إذن مشاهدينا، هذه خلاصة المشهد في السودان اليوم. الآن إلى القاهرة، حيث استأنفت الجامعة العربية مشاركة وفود حكومة النظام السوري في اجتماعات مجلس الجامعة بعد توقفها 12 عاماً. تم الاتفاق خلال اجتماع لوزراء الخارجية العرب على تشكيل لجنة اتصال وزارية لمتابعة بيان عمان والاستمرار في الحوار مع دمشق للتوصل إلى حل شامل للأزمة السورية. أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط قال إن رئيس النظام السوري بشار الأسد يمكنه أن يشارك في قمة الجامعة إذا ما رغب. من جهتها قالت خارجية النظام السوري إن المرحلة المقبلة تتطلب نهجا عربيا فاعلا يستند إلى الاحترام المتبادل وفق تعبيره. لخلاصة ما جرى في القاهرة في الجامعة العربية، من هناك ينضم إلينا مراسل تلفزيون العربي أحمد حسين. تحياتي أحمد، أبدأ معك ب يعني تصريح أحمد أبو الغيط عن يعني عودة رأس النظام السوري لحضور القمة العربية المقبلة إذا ما رغب بشار الأسد في ذلك. نبدأ من هنا وننتقل إلى باقي التفاصيل التي حصلت اليوم بهذا الخصوص. نعم، هذا التصريح كان في إجابة خلال المؤتمر الصحفي عن هل إذا ما كان سيحضر الرئيس السوري بشار الأسد فعاليات القمة العربية المقررة في الرياض في 19 من مايو الجاري. وكانت الإجابة هو أن الدولة المضيفة وهي المملكة العربية السعودية هي من ستوجه الدعوات إلى الملوك والرؤساء ومن ينوب عنهم ومن يترأس الوفود العربية المشاركة في القمة. وإذا ما كانت هناك رغبة لدى الرئيس السوري في حضور هذه القمة فإنه بالتأكيد سيحضر أو سيوفد من ينوب عنه. لكن الثابت هنا هو أن سوريا أصبح لها الحق في المشاركة في جميع الأنشطة داخل الجامعة العربية، سواء على مستوى المندوبين الدائمين أو مستوى وزراء الخارجية العرب أو مستوى القمة، بالإضافة إلى جميع الأنشطة في الهيئات والمؤسسات التابعة للجامعة العربية. الجامعة العربية تقول إن هذه الخطوة تمنح الدور العربي تأثيرا أكثر فعالية في الأزمة السورية، وأنه على مدار سنوات طويلة من الغياب العربي عن هذه الأزمة والتأثير فيها بشكل واضح وفاعل، ترك أيضا المجتمع الدولي الأزمة السورية متأثرا بأزمات أخرى في العالم، وأصبح هنا من الضروري التدخل العربي. الجامعة العربية أيضا قالت إن هذه العودة وإن كانت بين قوسين مشروطة بتجاوب النظام السوري مع تعهدات أو مخرجات اجتماعي وزراء الخارجية العرب، الاجتماع الذي كان في جدة والاجتماع الذي أعقبه في عمان بالأردن، وأن هذه العودة هي خطوة استباقية تقدمها الدول العربية لسوريا وتنتظر منها خطوة مقابلة تتمثل مبدئيا في السماح بوصول المعدات الإغاثية الإنسانية والطبية والغذائية إلى جميع المناطق في سوريا دون استثناء لمنطقة عن أخرى. هناك تدرج في الخطوات التي سيتخذها النظام السوري، أو قالت الجامعة العربية إنها ستأخذ مزيدا من الوقت وستستغرق بعض السنوات حتى الوصول إلى تسوية سياسية شاملة، ولكن أبرزها يتركز حول إنهاء معاناة ملايين اللاجئين والنازحين من المواطنين السوريين في دول العالم المختلفة. حضرت أنا فعاليات هذا الاجتماع الطارئ للجامعة العربية اليوم، ودعونا نشاهد هذا التقرير ونستمع فيه إلى تصريحات هامة من عدد من الوزراء المشاركين. 12 عاما من تجميد العضوية انتهت بقرار من مجلس الجامعة العربية في دورة غير اعتيادية على مستوى وزراء الخارجية العرب. سوريا تعود مجددا سياسيا إلى محيطها العربي في مقاربة تصفها الجامعة بالتنفيذية لشغل دور عربي أكبر نحو حل الأزمة. اتخذت الدول العربية قرارا باستئناف مشاركة وفد الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتبارا من اليوم 7 مايو 2023.
قرار الجامعة العربية نص على تشكيل لجنة وزارية تضم السعودية والأردن والعراق ولبنان ومصر، تتولى الاتصال مع دمشق لمراقبة تنفيذ تعهدات خرجت من اجتماع عمان في الأول من مايو الجاري لتحريك مسار التسوية السياسية الشاملة والتمهيد لعودة ملايين اللاجئين والنازحين. اللجنة الرباعية الآن أصبحت لجنة خماسية، سوف تلعب دورا كما قلت بالتفاعل مع الوضع السوري والسياسة في سوريا وأيضا الدول الأخرى. إذن لجنة الاتصال لا تلعب فقط دورا باتجاه واحد، تلعب دورا باتجاه سوريا وأيضا تلعب دورا باتجاه الخارج. الخارج نعني الدول الإقليمية ودول الأخرى. ووفقا للجامعة العربية فإن القرار لا يعني عودة علاقات الدول العربية الطبيعية مع سوريا، واعتبر ذلك شأنا سياديا تتخذ فيه كل دولة قرارها بانفراد. عودة مشروطة أو خطوة مقابل خطوة، أيا ما كان المصطلح الذي أطلقته الجامعة العربية لإعادة سوريا إلى مقعدها، فالدول العربية ترى الفرصة سانحة الآن للتدخل بشكل فعال على خط الأزمة السورية، رغم إقرارها أن تحقيق التسوية الشاملة قد يستغرق أعواما عدة. أحمد حسين، العربي، القاهرة.